هل إطعام الزائرين لأهل المرحوم يجوز أو لا يجوز؟ وهؤلاء الزوار غرباء وأقرباء في نفس الوقت. إذا كان في وقت المصيبة فإن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع طعام لأهل الميت، لأنهم مشغولون بالمصيبة عن إعداد طعام لأنفسهم، فيكون هذا من مواساتهم ومن مساعدتهم. قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يصنع لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في إمدادهم بالطعام أنهم مشغولون بالمصيبة، فيكون هذا من المواساة سواء قدمه لهم جارهم أو قريبهم أو زائر جاء إليهم. نعم، جزاكم الله خيرا.